النقطة الثانية ذكرتم عن الجسر ما بين المملكة العربية السعودية ومصر، هذا حقيقة ننظر لأنهم يعني من أكبر المشاريع الاستراتيجية اللي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة أو في عدة عقود. هذا الجسر سيسهل الحركة التجارية ما بين أهم منطقتين في الشرق الأوسط، اللي هي منطقة الخليج ومصر وقناة السويس اللي هي عصب رئيسي للعالم للمرور، وسيسهل الانتقال إلى مصر. يعني الواحد ممكن يوصل مصر بسيارته بكل سهولة، وسيفتح مشاريع للعمران في الجهتين من ناحية مصر ومن ناحية المملكة العربية السعودية. ومهما ذكرنا سيكون هناك أيضا أمور لم نفكر فيها اللي ستكون ذات فائدة، فهذا المشروع نتطلع إلى أنه يتحقق، وهو يعني مشروع لا تنظرون لأنه ضخم جدا، هو كم 10 كيلومتر، الجسر بين البحرين والمملكة العربية السعودية 29 كيلومتر، فسيتحقق بسرعة إن شاء الله، لكن فوائده ستكون كبيرة جدا للتجارة البينية وللتبادل والانتقال الخبرات والمواطنين العرب ما بين الدول العربية وبالأخص ما بين مصر ومنطقة الخليج.